بعد سنين لسه كمان حكم هات على خد أنا اسمي رجب جودة، مؤسس ورئيس رابطة شباب أهل التحدي لخدمة ذوي الهمم بالأسكندرية. إحنا النهاردة في شاطئ المنظرة المجاني، بالأخص في الشاطئ اللي هو خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة. طبعا إحنا مقدمين على الشاطئ دوت من 2017 لحد ما جاء اللواء محمد الشريف محافظ اسكندرية مشكور واستجاب لطلباتنا وأصدر قرار للسياحة والمصايف اللواء جمال رشاد بعمل شاطئ خاص للاشخاص ذوي الاعاقه، واتعمل على الرمال ممشى للاعاقات الحركيه اللي هم مستخدمين الكرسي المتحرك والعكاكيز. طبعا الشاطئ طبعا افتتحناه مع اللواء جمال رشاد ومعالي المحافظ، بس افتتاح جزئي وليس النهائي. لسه طبعا في الافتتاح الكبير ان شاء الله باذن الله كمان اسبوع هيتعمل حوض كده في الميه علشان المستخدمي الكرسي المتحرك هينزلوا بنفسهم البحر بدون مساعده اي حد، وهيبقى في حاجز ليهم يساعدهم علشان ان هو لو مثلا حد اتزحلق ولا حاجه. تاني حاجه طبعا المكان مخصص لذوي الاعاقه، انت عندك الشط 120 متر تمام و35 متر مخصصين استراحه، كل دوت للاشخاص ذوي الاعاقه. وطبعا اعطانا برضو كابينتين في الشاطئ السلي خاصين بذوي الاعاقه تمام، واعطانا مكتسبات كتير جدا جدا. تاني حاجه احنا بنيجوا هنا كل يومين او ثلاثه نتابعوا الاعمال اللي بتتم على الشاطئ كل يوم، بصراحه قايمين بجهد مشكور جدا. تاني حاجه بيخصصوا لنا اتنين غواصين بينزلوا مع الاولاد من اول اليوم لاخره عشان لو حد مثلا لا قدر الله غرق ولا حاجه يبقى موجود رجال الانقاذ. تاني حاجه في البرج المراقبه موجود شخص امن موجود ان هو بيراقب لو في اي حد حصل له اي حاجه، في حاجز ان هو ما يعدوهوش. طبعا احنا من اول الشط هيتم 10 متر في داخل البحر، ده خاصين بالاشخاص ذوي الاعاقه. طبعا هي اللي قدم الفكره واللي اقترح الفكره رابطه الشباب اهل التحدي في 2017 زي ما ذكرت لحضرتك، فمشكور جدا. انا بشكر سياده الرئيس ان هو اهتم بالاشخاص ذوي الاعاقه واصدر لهم قانون 10 سنه 2018 قائم على الاتاحه والتمكين لاشخاص ذوي الاعاقه والمساواه بينهم وبين الاخرين من الاسوياء. وبشكر السيد اللواء محمد شريف محافظ اسكندريه لان هو فتح لنا باب واحنا قابلنا سيادته 4 مرات. تاني حاجه اي عمل خاص بالاشخاص ذوي الاعاقه هو بيتفضل مشكور بدعوه مننا، بيتفضل معانا وبيشاركنا اعمالنا وافراحنا. واللواء جمال رشاد كل يوم معانا في الشاطئ هنا برضو بيباشر الاعمال وكده،
وطبعا دلوقتي تم عمل موقع الكتروني في الصفحه الرسميه للسياحه والمصايف. اي جمعيه او اي كيان بيخدم ذوي الاعاقه، اي كيان او اي جمعيه بتخدم ذوي الاعاقه بيتم الحجز ويوم مخصص ليها، بيتم الشاطئ خاص ليها هي، ممنوع اي شخص سوي يخش الشاطئ، لان طبعا زي ما قلت لحضرتك الاستراحه بتبقى مخصصه لذوي الاعاقه، ممنوع اي شخص سوي يقعد عليها. وانا بطل يعني انا فرحان ان انا من اسكندريه، فخور يعني بطل الناس الحلوه اللي معانا دي كلنا، وتجرب طبعا الشاطئ والشاطئ حلو، ويخلينا كابتن محافظ يا رب وامن اسكندريه كله. مساء الخير. احنا اولا بنشكر السيد المحافظ اللي هو محمد الشريف المجهود اللي هم عاملينه لذوي الاحتياجات الخاصه، وبنشكر رئيس الرابطه الاستاذ رجب بودة على المجهود الجبار اللي عامله للاعاقه الحركيه. عاملين ممشى بصراحه البحر جميل جدا، والتخصص فكره ان هو يخصصوا شاطئ للمعاقين او ذوي الاحتياجات الخاصه دي حاجه جميله جدا. كمان بدي اشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه باولادنا، وان هم يبقى ليهم مكانه في المجتمع. بنشكر سياده المحافظ المحترم على الانجازات اللي عملها معانا، بنشكر استاذ رجب جوده ورابطه شباب اهل التحدي على كل اللي هم عاملينه مع اولادنا. احنا من الامهات اللي ولادنا في الرابطه مع ناس محترمين، مع استاذ رجب جوده ومع الاستاذه اميره عرفه، وطبعا الحاجات اللي هم بيعملوها لاولادنا دي حاجات جميله، وبنتمنى اللي جاي يكون افضل ويكون احسن، وان شاء الله خير باذن الله لينا. ودي اول حاجه تتعمل لاولادنا، واللي جاي ان شاء الله يتعمل لهم احسن واحسن واحسن مع معالي المحافظ المحترم. معاك ابو روان سعيد من ذوي الاعاقه، ماشي. انا في بحر المندره، بحر مجاني شاطئ المعاقين خاص بشاطئ المعاقين. وبنشكر صراحة محافظة اسكندرية على مجهوداته معانا، وعلى أستاذ رجب جودة مؤسس رابطة التحدي على اليوم الجميل اللي احنا بقى لنا الأهمية، اللي احنا لنا شاطئ خاص بينا وبعيالنا. أول مرة تحصل، أنا بنت عندها 20 سنة أول مرة أشوف منظر زي ده، جميل الصراحة، بيبقى يوم جميل مع رابطة التحدي. واللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للشواطئ، الصراحة راجل في قيمة الأخلاق والأدب والاستقبال بتاعنا الناس بتوع الشواطئ. والصراحة أنا مش عارف أقول إيه، أنا أول مرة أحس إن بنتي ليها حق في الدولة، من ضمن الحقوق بتاعتها في الدولة. يعني 20 سنة ما كنتش أعرف أنا بنتي حاجة خالص، أي حق في الدولة خالص، ماشي. بفضل أستاذ رجب جودة صراحة مؤسسة رابطة التحدي، عمل لنا يعني بقينا مسمعين في كل المحافظات وبقى لنا حقوق، وان شاء الله اللي جاي احسن مع الاطفال دي، لان الاطفال دي يعني اقول لك ايه، جميله جدا جدا جدا، كفايه فرحته بينا، ويعني وبدون اي مقابل وبدون اي حاجه، ده الراجل يعني معانا والناس كلها واقفه معانا، ومحافظه اسكندريه واقف معانا وكله واقف معانا الصراحه. وطبعا المجهود اللي معمول في الشاطئ هنا، الشاطئ مجاني بالكامل، يعني انا موجود هنا مع اسرتي من الصبح، والخدمات فيه خدمات كويسه، ونشكر اللي هم القائمين على الشاطئ وعلى المسؤولين اللي هم يسروا الحاجات دي. انا شايفهم كانوا شغالين على المنزل بتاع ذوي الاحتياجات الخاصه هنا، والمكان اللي انا فيه ده مخصص اساسا لذوي الاحتياجات الخاصة، يعني معمول إذا كان هنا أو في مكان بره، في أول ما تخش على إيدك الشمال من الشاطئ. صراحة يعني لازم ندي كل واحد حقه في المجهود المبذول، وفي يعني بنشكر طبعا القائمين على كل اللي اتعمل هنا في الشاطئ، وإن هو يتعمل شاطئ بالأسلوب ده يعني بالنظافه دي وبعمليه المراعاه التامه، بس ده مطلوب ان يبقى ايه، فيه مداومه بقى. انا اسمي ساندي صالح، عندي 7 سنين، وانا حلمي اقابل
رئيس الجمهورية. يا بلادي أحلى البلاد يا بلادي فداكي أنا والولاد يا بلاد بلادي يا بلاد بلادي يا بلادي يا حبيبتي يا مصر يا مصر آه يا حبيبتي يا مصر يا مصر يا حبيبتي يا مصر. وبعدين انا اول مره نجي الشاطئ هنا، بس صراحه يعني حاجه ممتازه جدا. الناس اللي بره كلها بتتعامل بروح جميله، بمساعده اخويه، بغض النظر عن اي حاجه. هنا كله كل شيء هنا مجانا، الخدمات، الرمب، حتى الرمب مريح، مفيش تعب، مفيش اي مشاكل كنا بنقابلها زي ما كنا بننزل الشواطئ اللي فاتت. بننزل بكل سهوله، اي حد بيقابلنا بره وبيتعامل معانا بتاع ده بكل بساطه واسلوب محترم، وبننزل الميه برده عادي خالص والموضوع بسيط. نشكر طبعا كل اللي ساهموا في هذا الشط وعملوا عليه طبعا الحاجات الهائله اللي احنا بنشايفينها دي، والاعدادات والتجهيزات اللي حضروها لنا، فاحنا بنشكرهم جدا. وبنشكر المحافظ محمد بيه الشريف وبنقول له شكرا جدا جدا، مستنيين منك المزيد كما عودتنا على كده. فحضرتك ربنا يبارك فيك، ودايما احنا اولادك الصغيرين. انا والله النهارده الشاطئ جميل جدا، النهارده احنا شاطئ المندره، شاطئ جميل جدا والخدمه هنا كويسه قوي قوي، ويعني والله يعني والميه جميله والناس هنا محترمه جدا جدا وناس كويسه جدا والله.